الحمد لله حنا راه تنعيشوا كيف شفتوا معنا هذا الصبحيه الثاني عشر طبعه ديال الماراثون الدولي لمدينه الدار البيضاء اللي هذا العام الحمد لله كيف تتعرفوا حضات بالشرف ديال الرعايه ديال صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، واللهم لك الحمد. كيف شفتوا فالمشاركه كانت مكثفه ولحد الساعه فالحمد لله كل شيء دايز في امان الله. وصلنا دابا داز الوصول ديال 10 كيلومتر وان شاء الله في انتظار الوصول ديال السومي والماراثون ان شاء الله. فغنخليو المشاركين هما اللي غادي يعطيونا ان شاء الله الرحمن الرحيم الفيدباك ديالهم، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد كل شيء في امان الله. شكرا. الاستعدادات كانت يعني مثل كل سنه، فحاولنا الحمد لله يعني نرتبوا راسنا في بلاصه المتسابقين باش نوفروا لهم جميع الشروط اللي غادي يحتاجوها في وقت المسابقه، وحاولنا يكون واحد التواصل مباشر مع جميع ذاك المحبين هذا النوع من الرياضه. شكرا.